نددت الولايات المتحدة بتشديد قانون مكافحة الإرهاب في مصر مبدية قلقها على تبعات القانون على احترام حقوق الإنسان. وأعرب متحدث باسم الخارجية الأمريكية عن قلق واشنطن من التأثيرات المحتملة لبعض إجراءات قانون مكافحة الإرهاب الجديد. القانون لاقى أيضا انتقادات شديدة من منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة Human Rights Watch التي قالت إن القانون يمنح السلطات مزيدا من الصلاحيات لفرض عقوبات قاسية قد تصل إلى الإعدام. ما فيش قانون بنصوصه يقيد الحرية أو يطلق الحرية، إنما اللي يقيد الحرية هو تطبيق القانون. ففي هذا القانون إمكانية العقاب على النوايا، وده كلام في منتهى الخطورة إذا ما أسيء استخدامه. وبالتالي كان دايما زي ما أشرت من قبل، فكرة الصياغة التشريعية يجب أن تكون محددة تعكس رغبة المشرع ولا يترك الأمر للسلطة التنفيذية أو السلطة القضائية.